أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من وحدات حماية السنجار بينهم مسؤول بقصف جوي تركي استهدفهم قرب قضاء سنجار أقل الجهاز في بيان أن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي وحدات حماية سنجار في منطقة الوردية جنوب قضاء سنجار ما أدى إلى مقتل مسؤول في الوحدات ومرافق له وإصابة مقاتل آخر